الإكثار من الحلف ولو صدقا مذموم أو لا شيء فيه؟ الإكثار من الحلف حتى ولو كان صدقا لا ينبغي، لأن الله جل وعلا يقول: ولا تطع كل حلاف، يعني كثير الحلف، ولا تطع كل حلاف مهين. ولأن كثرة الحلف تدل على الاستهانة به، تدل على الاستهانة به. قال الله تعالى: واحفظوا أيمانكم، قيل معناه لا تحلفوا، نهي عن الحلف إلا عند الحاجة. فالإكثار من الحلف حتى ولو كان الإنسان صادقا لا ينبغي، لأنه قد يجر إلى التهاون باليمين، وأيضا هو استعمال للحلف من غير حاجة. نعم.